ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا مع الولعة الرياضية. أوهو، أنا حضرت خطة هجومية مجوركة بجيرك صفر باش الفريق المنافس يتقطع عليه نفس ضربة واحدة وننتصر. شكرا، وتوا نمروا للتربص المغلق اللي باش يقوموا به الفريقين. استاج بلوكي. شبتين ولع، نصدوا الثغرات بالجيران باش المنافس ما يتحركش، يقعد في مكانه في منطقته. والجبدان المتواصل، الجبدان المتواصل والقذف من كل المناطق باش نسهلوا الخط الامامي اللي هو الهجوم. والحذر الحذر الحذر من طفيان الولع، معناتها مرحو بالقداء، معناتها مرحو بالقداء. خطتنا ولا مروح اجبد، ولا مروح اجبد، ولا مروح اجبد، ولا مروح اعطينا الطاقة. سيداتي اوانسي، سادتي، معنا رئيس جمعية اتحاد المعسل اللي باش نسألوها على الجمعية متاعها اللي هي عريقة، ما هي حظوظها في البطولة اللي عندها جماهير غفيرة لا تحسب ولا تعد. شكرا شكرا شكرا. حبيت نوجه نداء للجماهير باش تقف مع الجمعية متاعها. انت تعرف اللي الكاسة فارغة، وتعرف كذلك ان المسؤول القديم اهرب بالكاسة متاع الجمعية. يعد ماذا بينا لو كان الجماهير الكل يلتفوا حول الجمعية متاعهم. ثماش ما الكاسة تتنعوش نلقى انا باش نتفتف. كش تحب تقول بعبارة انتفتف؟ لا معناها حبيت نقصد باش نتفتف لهم ملاعبية جدد. مثلا عندي طوى ملاعبية جدد، واحد من الكونغو، واحد من توغو، واحد من مالي، واحد من ميزنبيق، اما يلزمهم برشا فلوس. يقولوا اللي كل ملاعب يتشرى من افريقيا يخرج سومه 100 مليون 120 مليون ويوصل للجمعية بتاعكم يولي 850 مليون. الزيادة هذية والفلوس هذوما ماذا بينا نعرفوا وين مشاوا؟ ماذا بيها لو كان الإجابة هذية تقعد ما بيناتنا عنكم.